السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. أحب أرحب بحضراتكم وأشكركم على دعمكم للقناة، وأرجو لايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكم كل جديد من القناة. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. بس قبل ما نبدأ أحب أشكر حضراتكم على استجابتكم للدعاء للفنانة دلال عبد العزيز. بلاقي كومنتات كتيرة جدا بيعلقولي ويعلقوا بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز، وكمان بيدعوا لها دعوات جميلة جدا، وخاصة كمان مش في مصر بس، نقدم من الوطن العربي كله، وخاصة ناس كتيرة جدا من الجزائر بيعلقوا ومن كل البلاد الصراحة، بس كومنتات الجزائر كتيرة جدا بيعلقوا ان هم بيدعوا بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز. الفنانة دلال عبد العزيز بقالها فترة في المستشفى، وكلنا عارفين ان حالتها مش مستقرة، وطبعا الناس كلها بتسأل عن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، وهل فعلا هي حالتها اتحسنت ولا حالتها زي ما هي، لان في الناس كتيرة جدا قالوا ان حالتها اتحسنت وان هي خرجت كمان من المستشفى. بس طبعا الخبر ده مش صح، لان الفنانة دلال عبد العزيز لسه متواجدة في المستشفى رغم سلبية المسحة بتاعت الكورونا، بس لكن هي لسه عندها حاجات مشاكل كتيرة جدا زي تليف في الرئة، وكمان ضيق حاد في التنفس لانها موضوعة على اجهزة عشان التنفس، ولسه ما زالت في غرفة العناية المركزة على الأجهزة، ودنيا وإيمي بيستغيثوا من المستشفى وبيطلبوا من جمهور الفنانة دلال عبد العزيز ان هم يدعوا لها بالشفاء العاجل. وكذا بوست نزلته ايمي ودنيا على صفحتهم الخاصة يطلبوا من جمهورها الدعاء ليها، لانها فعلا محتاجة دعواتكم. اما بالنسبة للاعلامي رامي رضوان، فهو كل فترة بيطلع يطمن جمهور دلال عبد العزيز عن حالتها الصحية، وبيقول حاجات كتيرة جدا عن تطورات الحالة الصحية، بس هو للأسف قال مؤخرا ان حالتها ما بتشهدش اي تطور او اي تحسن ملحوظ، وبيسأل عليها كل الفنانين المصريين والفنانين العرب باستمرار. اما بالنسبة للخبر المتداول عن دخول الفنانة دلال عبد العزيز في غيبوبة، طبعا هي حالتها غير مستقرة وحالتها لم تشهد تحسن الفترة اللي فاتت، بس الفنانة دلال عبد العزيز لم تدخل في غيبوبة، والكلام ده كان إشاعة مش صحيح، وهي لسه مازالت في العناية المركزة وتحت الأجهزة، والطبيب المعالج قال إن هي لو في أي تحسن في حالتها ولو بسيط هيتم الإعلان فورا، وهيقول عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. واحنا طالبين من حضراتكم ان احنا ندعي لها، حتى بلاش نكتب في الكومنتات، لاني انا لما طلبت من جمهور دلال عبد العزيز ان هو يعلق في الكومنتات، في ناس كتيرة جدا دخلت وقالت انت عايزة تعليقات، انت عايزة تلموا تعليقات وخلاص، انا مش طالبة تكتبوا حتى في الكومنتات، انا ياريت تدعو لها بالشفاء العاجل، ومش عايزة حد يكتب في الكومنتات، لان الفنانة دلال عبد العزيز بجد تستحق ان احنا ندعي لها بالشفاء العاجل. الفيديو واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من قناتي.